فلك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه: وأملي لهم إن كيدي متين. التهديد الآن والخطاب للكفار والمشركين على مر التاريخ. يقول سبحانه وتعالى: أمهل لهؤلاء في حياتهم حتى يزدادوا إثما بعدما أعرضوا عن الحق وعن اتباع الدليل. إن كيدي متين، إن كيد الله قوي، لا يكيد كيد الله أحد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فكيد الله ليس ككيد المخلوق، إن كيد المخلوق الضعيف ضعيف وهزيل، أما كيد الله فهو يناسب قوة الله وقدرة الله وعظمة الله. فلا تغتر إذا رأيت الفاجر والظالم والمستبد قد أمهل له وقد أعطي وقد وسع عليه وقد منح عمرا وجاها ومالا. هذا كله استدراج، هذا إمهال ليقع في سوء المصير. لقد أمهل فرعون والطغاة الذين تقدموا في التاريخ كالنمروذ ومن جار ومن ظلم ومن استبد، ثم أخذهم هاذم اللذات وصرعهم رب الأرض والسماوات. ثم قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ هؤلاء كفار قريش يوم يعرضون عنك كأنك تطلبهم أجرة، كأنك كلفتهم مالا، كأنك أنت تطالبهم بتسديد فواتير على تعبك وعلى نصبك وعلى جهادك وعلى بذلك وتضحيتك. أنت لا تأخذ منهم راتبا ولا أجرة ولا مقابل لهذا. أنت تقوم بهذه الدعوة مع ما فيها من الأذى والجهاد والجلاد والسهاد والعنت والاستهزاء والسخرية والتضحية والدماء والأشلاء ومصاولة الباطل ومنازلة الخصوم، ومع ذلك أنت لا تأخذ مقابل. أنت أجرك على الله عز وجل، أنت لم تكلفهم شيئا أصلا. هم أرادوا أن يمنعوا دعوتك بالمال والإغراء والملك، فرفضت، دليل على أنك من عند الله صادق نبي معصوم عليه الصلاة والسلام. فلماذا يفرون؟ لماذا يتركون الدعوة؟ ولماذا لا يقبلون الحق مع العلم أنك أنت تبذل دعوتك خالصا لوجه الله وفي درس العلماء والدعاء أن تكون أعمالهم لوجه الله عز وجل، وأن لا يتقاضوا على أعمالهم ولا دروسهم ولا ندواتهم أجرا إلا من عند الله عز وجل. قال: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. فهم أثقلوا من المغرم هذا والدين ومن المبلغ المالي هذا، أصبحوا مثقلين بالتبعات المالية والغرامات من كثرة ما تطلبهم. أصلا أنت لا تطلب منهم شيء، بل تقودهم إلى جنات النعيم وتدلهم على الصراط المستقيم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ هل اطلعوا على علم الغيب فيعلمون أنك صادق أو كاذب، أو أن لهم عند الله عز وجل يعني عاقبة رشيدة وعاقبة مؤلمة؟ فلماذا هم يعني يصدرون أحكاما من الجهل والغباء وهم مناس يعبدون الحجر، يعبدون الصنم والوثن؟ فليس عندهم علم من عند الله عز وجل ولا كتب من عند الله ولا وثائق، إنما هو الهوى والشيطان. فاصبر لحكم ربك. وهذه كلمة لرسول هدى صلى الله عليه وسلم، وهو يصاور الجاهلية وينازل الطاغوت ويحارب أعداء الله. وتقف الدنيا في أول عهده صلى الله عليه وسلم أمامه من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين، ومع ذلك يقول له ربه: اصبر، اثبت على الحق، استمر على ما أنت عليه، سوف تنتصر وسوف تكون لك العاقبة وسوف يكون لك المصير الأحسن وسوف ترى مصاريعهم عن قريب. ثم قال له ربه: ولا تكن كصاحب الحوت، لا تشابه يونس بن متى صاحب الحوت عليه السلام الذي ما صبر.
فإنه لما ضايقه قومه وآذوه لم يواصل عليه السلام ولم يصبر، فخرج مغاضبا ولم يستأذن ربه. فكانت تلك القصة التي سوف تمر معنا، يوم ألقي في البحر فابتلعه الحوت فأصبح في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الحوت بطن الحوت، قال كصاحب الحوت، لأنه اشتهر بهذه القصة فسارت علما عليه عليه السلام يونس بن متى. فلما سار في بطنها قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهي كلمة الفرج عند الكرب وعند الشدة وعند الضيق، حتى قال عليه الصلاة والسلام كلمة أخي يونس بن متى ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. يصف الله حاله، يقول احذر أن تكون كصاحب الحوت يونس الذي ما صبر، أن تصبر وواصل فسوف يأتيك النصر بإذن الله. إذ نادى وهو مكظوم، نادى ربه وهو مكظوم مضيق عليه في بطن الحوت وفي وسط الماء، وقد بلغ به الكرب مبلغا عظيما، كاد يختنق، تختنق أنفاسه وكاد يشرف على الموت، وهو في هذا الكرب الشديد والاختناق نادى ربه بالكلمة القوية الآسرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن الله نجى يونس بن متى وأدركته رحمة الله عز وجل ونجاه سبحانه وتعالى من هذه الظلمات الثلاث لنبذ بالعراء وهو مذموم، طرح ميتا في العراء في الصحراء بجانب البحر. لكنه لما قال تلك الكلمة وألهمه الله أن يقول كلمة الفرج التي فيها اعتراف بالتوحيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى والاعتراف بظلم النفس وبذنب النفس، نجاه الله عز وجل وأخرجه وأنبت له شجرة اليقطين ورزقه سبحانه وتعالى وعاده إلى قومه فأسلموا. قال لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكن تداركه نعمة من ربنا سبحانه فطرح وهو سليم معافى محمود ممدوح عليه السلام، لأنه قال تلك الكلمة العظيمة التي ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، تولاه الله بعد هذه القصة وحفظه ورعاه وعاد إلى قومه فدعاهم مرة ثانية وسار من حزب الصالحين الذين هم الرسل والشهداء والصديقون والأولياء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. ثم قال سبحانه وتعالى يصف شدة عداوة الكفار لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يقول من شدة غيظ كفار قريش وعداوتهم يريدون أن يسقطوك بأبصارهم بعيونهم، يعني يصيبونك بالعين، يتمنون أن تقع عيونهم عليك فتسقط ميتا على الأرض لشدة عداوتهم. ومن هذا أخذ بعض العلماء أن العين حق، وقد قالها صلى الله عليه وسلم، يعني أن العائن قد يصيب بعينه فتقع عينه على المعين هذا المصاب فيقع. قال يريدون أن يسقطوك ميتا بعيونهم لشدة غيظهم وحردهم عليك وبغضهم لما جئت به. قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، إذا أتيت تقرأ القرآن يتمنون يسقطوك بعيونهم وأن يقتلوك، فهم لا يريدون سماع الحق أبدا، ويقولون إنه لمجنون، يقول لأعقل الناس وأرشد الناس وأكمل الناس إنسانية والذي هو شرف للبشرية والإنسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنه مجنون، ومن صاحبكم مجنون؟ والله ليس بمجنون، والله إنه تام العقل قوي الإدراك كامل البصيرة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. المجنون من سجد الحجر وعبد الوثن ومارس الرذيلة والفاحشة والمنكر ومارس النكر والسكر وسفك الدم الحرام وصار يعيش في مجتمع الغابة كالبهيمة. أما من أتى بالوحي السماوي ومن أتى بالعدل والطهر والصلاح وصلة الرحم والوفاء والصدق فهو أتم الناس عقلا صلى الله عليه وسلم. وما هو إلا ذكر العالمين، هذا القرآن ذكر العالمين، هذا القرآن خطاب لكل العالم، للأبيض والأحمر والأسود، لأمم الأرض. هذا الكتاب سوف يبقى أبد الآبدين أصدق وثيقة وأجل الكتاب وأحسن خطاب، سوف يبقى بإعجازه يتحدى كل البشرية
وسوف يبقى الكتاب هذا القرآن متى ما رفعناه وقرأناه وتدبرناه وعملنا به وحكمناه سوف نبقى أعزة إذا انضوينا تحت هذا القرآن. هذا القرآن خطاب مفتوح إلى قيام الساعة، ليس لزمان عن زمان ولا مكان لمكان ولا لجيل عن جيل، للناس جميعا في كل زمان في كل مكان. هذا الخطاب الذي نستطيع أن نقدمه. يقول لأحد العلماء العرب في ألمانيا اسمه الشيخ عبد الحليم حليث من مصر، ترجم القرآن لست لغات عالمية، يقول اكتشف أن أعظم ما ندعو به غير المسلمين أن نترجم معاني القرآن، ترجمه حتى للروسية، فأسلم أناس من الروس ومن الألمان، وحضرت له في ميونخ الكلمة عقب على كلمتي وقام الناس يسلمون عليه وكأنهم رأوا فجرا جديدا وفتحا جديدا، وأخبروني بقد بلغه 70. يقول الباحثون والعلماء أن أعظم ما يقنع العالم أن نقدم لهم ترجمة معاني القرآن قبل أن نقدم لهم كتبنا نحن وخطبنا نحن، أن نقدم هذا الخطاب وهذه الوثيقة الربانية فيقتنعون فيسلمون ويؤمنون ويدخلون في دين الله أفواجا. إلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.